كاينش مشكل ماشي، كاين الاحترام المتبادل بين الدول خاصة بين المملكة المغربية. جذور ثقافية، عندها جذور ثقافية، والثقافة هي الأساس ديال الدنيا. التدخل ديالي اليوم في إطار المهرجان تيدي نوركان كيدخل في إطار ديال التعاون جنوب جنوب، وشخصيا وضعت سؤال وهو واش هذا التعاون جنوب جنوب عنده شي مستقبل ولا لا. إذن أنا شخصيا أكثر من متفائل، وعندي براهين باش نقول بان راه نجح وغادي يزيد ينجح. ونقول لكم علاش. هي في الاستراتيجيه القاريه ديال صاحب الجلاله، وحنا راه المغرب المملكه المغربيه راه في افريقيا ديال افريقيا، ورحنا افريقيا عادي. وليني شنو كيطعم هذا الشيء وشنو كيبرهن هذه القضيه هذه؟ البرهان الاساسي وهو عندنا جذور ثقافية مشتركة مع الدول الإفريقية، وهذه الجذور الثقافية هي اللي حلت لنا الباب بيبان ديال هذا التعاون جنوب جنوب باش يمكن ينجح. أول ثانيا، منين المغرب مشى بالمشاريع ديالو، ما مشاش بمشاريع سياسية، لا، مشى مشاريع اقتصادية اجتماعية ثقافية ودينية، مشينا بهذه المشاريع ونجحنا فيهم. راه نجحنا فيهم لأنه أولا حنا ما مشيناش كنكذبوش في التعاون، كنا. ثانيا، المشاريع كلها مشات تعملات، تم الإنجازات ديالها الى اليوم. علاش؟ حيت بغينا داك الشيء بالقلب وبالعقل. ثالثا، من ناحيه ديال التمويل، ما كذبناش في التمويل، قلنا التمويل كان عندنا المغرب القطاع الخاص والقطاع العام مع تمويلات اخرى معاهم النت، حتى هما شاركوا معنا في التمويلات باش ننجحوا المشاريع، لان كل شيء ساهم. Par rapport à l'accueil qui nous a été fait au Maroc et le remerciement par rapport au directeur du festival qui a pensé à nous pour nous inviter. Et nous avons trouvé un brassage incroyable, nous avons trouvé toutes les communautés, nous avons trouvé pas mal de gens ici. Nous avons compris qu'il y a une certaine ouverture qui permet aux gens d'essayer de se rapprocher, d'essayer d'être ensemble, car que seulement unis, tout le monde va pouvoir faire quoi que ce soit. Donc nous remercions vraiment le Maroc, nous remercions la presse, nous remercions les organisateurs, nous remercions tout le monde et je vous remercie. La متسامح في جمهورية مالي، هذه المؤسسة التي تأسست سنة 2018 بشمال البلاد وبالتحديد بمنطقة تومبوكتو، وهي تسعى إلى خدمة قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب، وخدمة العلاقات التاريخية العريقة والمتينة التي تجمع بين المملكة المغربية الشريفة وجمهورية مالي. مشاركتي في هذه التظاهرة الثقافية والفنية الدولية تأتي في إطار يعني الاستفادة من التجربة المغربية في الميدان الثقافي والفني، وأيضا يعني من أجل التنسيق والتشاور فيما بيننا، من أجل يعني إعداد خطط وبرامج مستقبلية تخدم قضايا الإنسانية العادلة للشعبين المالي والمغربي، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.